استديو واحد يأتيكم من استديوهات شبيبة في مسقط. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الأحبة، نحييكم من جديد في فترة الخامسة من استوديو واحد يأتيكم من استوديوهات شبيبة في مسقط، وإليكم أهم الأخبار لهذه الفترة. التقى معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني اليوم بسعادة تيموثي ليدن كينغ مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص باليمن، بحضور سعادة السفيرة الأمريكية المعتمدة لدى سلطنة عمان وسعادة السفير الأمريكي المعتمد لدى الجمهورية اليمنية والوفد المرافق للضيف، حيث نقل المبعوث الأمريكي شكر فخامة الرئيس الأمريكي جو بايدن لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه على نجاح المساعي العمانية لتمديد الهدنة في اليمن ودعمها للجهود الأممية والأمريكية لإيجاد حل سلمي دائم للأزمة اليمنية. كما تم خلال اللقاء مناقشة المقترحات الأممية لتوسيع بنود الهدنة وتثبيتها والمساعي القائمة لمعالجة القضايا الإنسانية والاقتصادية الملحة في اليمن، وتم الاتفاق على أهمية استمرار الجهود المشتركة في هذا الشأن. من جانبه شكر معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني المبعوث الأمريكي على الجهود المبذولة في هذا الشأن، مؤكدا بأن سلطنة عمان تسعى بالشراكة مع جميع الأطراف للوصول إلى تسوية شاملة لتحقيق السلام والأمن الدائمين. اتخذت شرطة عمان السلطانية مجموعة من الإجراءات الاحترازية مع تصاعد الغبار والأتربة بفعل حركة الرياح النشطة التي تشهدها معظم محافظات سلطنة عمان. وقال الرائد أحمد بن يحيى المعولي ضابط مركز العمليات بشرطة عمان السلطانية إن مركز العمليات حرص على التواجد الأمني والمروري في الخط القادم من المحافظات الشمالية إلى محافظة ظفار عبر النقطتين وهما جسر رأكي بولاية أدم باتجاه محافظة ظفار ومنطقة قارة الملح بولاية أدم الخط القادم من محافظة الظاهرة باتجاه محافظة ظفار. وأضاف أنه جرى التنسيق مع قيادة شرطة محافظة ظفار بشأن توعيات وتنبيه القادمين من محافظة ظفار إلى باقي محافظات سلطنة عمان بنقطة الجبل التابعة لمركز شرطة وادي حريط، كما جرى التنسيق مع قيادة شرطة محافظة الوسطى من خلال التواجد الأمني والمروري على الشريط الساحلي المؤدي إلى محافظة ظفار. ودعا الرائد إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وترك مسافة أمان بين المركبات وتشغيل الأنوار الأمامية المنخفضة والكشافات. وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة على أهمية اتباع التدابير الصحية والوقائية وعدم التعرض المباشر للغبار والأتربة خلال موجة الغبار التي تشهدها معظم محافظات سلطنة عمان، مع ضرورة البقاء في المنزل قدر الإمكان وعدم مغادرته إلا عند الضرورة تجنباً لأي مضاعفات صحية قد تحدث نتيجة استنشاق الأتربة. وقالت الدكتورة أسمهان بنت راشد اليعقوبية استشارية أمراض صدرية بالمستشفى السلطاني، يسبب الطقس المغبر انتشار ملوثات والأتربة والتي لها القدرة على الدخول إلى جسم الإنسان عن طريق الأنف أو العين أو الأذن، حيث تسبب الكثير من المشكلات لجسم الإنسان وخاصة على مستوى الجهاز التنفسي. وأضافت هناك بعض الفئات تكون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض في مثل هذه الأجواء مثل كبار السن والأطفال ومرضى الجهاز التنفسي، وهؤلاء تكون حساسيتهم من الملوثات والأتربة أعلى. وأفادت بأنه يجب أن تتجنب هذه الفئات الخروج في الأجواء المغبرة والذهاب إلى الطبيب في حالة إصابتهم بكحة مزمنة مع بلغم وقصر التنفس وألم في الصدر. أما من تقتضي ظروفهم العمل في الخارج، فالواجب عليهم ارتداء الكمامة لحماية الأنف من الأتربة وبالتالي حماية الجهاز التنفسي، وارتداء نظارة واقية من الرياح والأتربة لتجنب دخول الأتربة في العين وإصابتها بتهيج. نطلع معاكم متابعين لفاصل قصير، ابقوا معنا.
وعدنا لكم من جديد متابعينا ونستكمل معاكم أخبار هذه الفترة. تمكنت قيادة شرطة محافظة مسقط من ضبط 3 أشخاص من جنسية آسيوية بتهمة السرقة من أحد محال بيع المجوهرات، حيث تمكنوا من سرقة كميات كبيرة من الذهب وأقاموا بصهره تمهيدا لتهريبه بسهولة إلى الخارج. وتدعو شرطة عمان السلطانية أصحاب المحال إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ كافة إجراءات الأمان لحماية ممتلكاتهم الخاصة. تمكن فريق الجراحة بمركز السلطان قابوس المتكامل لعلاج وبحوث أمراض السرطان من إجراء أول عملية استئصال البروستاتا باستخدام ليزر الهولميوم لتخفيف من أعراض الجهاز البولي الناتجة عن تضخم البروستاتا. وقال الدكتور هلال بن علي الراشدي استشاري جراحة أورام المسالك البولية بالمركز: قام الفريق الجراحي باستئصال الكامل للبروستاتا لمريض يعاني من حالة تضخم للبروستاتا والذي يحول دون تدفق للبول وعدد من الأعراض الأخرى في الجهاز البولي. وأضاف أن إجراء استئصال كامل البروستاتا بليزر هولميوم يشبه جراحة البروستاتا المفتوحة، لكنه لا يتطلب عمل شق جراحي، والذي يسهم في التعافي السريع للمريض وخفض خطر النزيف بعد العملية، وبالأخص للمرضى المستخدمين للأدوية المسيلة للدم، هذا بالإضافة إلى تقليل فترة التنويم من 7 أيام إلى 24 ساعة وتقليص الحاجة إلى أنبوب القسطرة من 5 أيام إلى 24 ساعة. وذكر أن استئصال بروستاتا بليزر هولميوم يعد من أحدث التقنيات في جراحة البروستاتا، وهو يحافظ على أنسجة التي أزيلت حتى يمكن فحصها في المختبر لمعرفة الحالات المحتملة للمريض، ويشمل ذلك سرطان البروستاتا. متابعينا، هذه أخبارنا لهذا اليوم في فترة الخامسة. نلتقي بكم إن شاء الله غدا في الفترتين 1 و5 مساء من استوديو 1. كونوا بخير إلى ذلك الحين وإلى اللقاء. استوديو 1 يأتيكم من استديوهات الشبيبة في مسقط.